طيب كمان هتبقى البعض هيكلم الرئيس داخل القصر. هل كان في عملت بعض المشاهد الكوميديه المتعلقه ووقائع الاكل والبط والكلام ده؟ الاكل موجود عندي في الفيلم. عندك الاكل وده هيكلف المنتج كتير قوي. لان هم كانوا بياكلوا بنهم، فلازم اجيب بقى الديوك الرومي والبط والفراخ ده انت عايز انتاج عالمي ضخم. انتاج ضخم طبعا في المشهد ده بالتحديد، وهم قاعدين بياكلوا والكاميرا بتستعرضهم وهم بياكلوا، تحس ان هم بياكلوا مصر، مش بياكلوا كباب وكفته، بياكلوا مصر. بياكلوا مصر. والله والكاميرا بتصور. خدوا بالكم التعبير ده، والله بياكلوا مصر. شايف في افلام الكفار وبتاع لما بيجيبوا هم بياكلوا وبتاع، ايوه والحارس واقف ما بياكلش، بيديله العظم. الرئيس يخلص الفخده ويدي الحارس العظم. طبعا هيتجنن الحارس من كتر ما هو. وفي محاولات لاخوانه هذا الحارس. يعني كمان تدخلت في الاخوانه. طبعا ازاي يجندوك ويأخونوك. طبعا طبعا. وانا عامل مشهد اعتقد انه هيبقى المشاهد المتميزه جدا في الفيلم، وهم بيأخونوه. وهم بيقنعوك انك تنضم للاخوان. بالظبط، بيقولوا له احنا عايزينك تبقى معانا. قال لهم معاكم فين يعني؟ قال له تخش جماعه الاخوان المسلمين. قال لهم ليه اخش؟ مش انا مسلم وانت مسلم؟ قال له واحنا اخوات؟ قال له قال له نبقى احنا الاثنين اخوان مسلمين. قال له لا انت مش فاهم، انت جماعتنا دي ظروفها كذا وفكرها كذا واعتقادها كذا كذا، فانت لازم لانك انت حارس الرئيس والرئيس منتمي لهذه المجموعه لهذه الجماعه. فقال له طب انت عايز اعمل ايه؟ قال له تقسم يمين الولاء. قال له لمين؟ قال له لفضيله المرشد. قال له مين المرشد؟ قال له قول بس ورايا. قال له اقول. قال له قول اقسم بالله العظيم. راح قايل وراه اقسم بالله العظيم ان ما اعرفش ايه اقيم الطاعه والولاء، الطاعه والولاء لفضيله المرشد. فراح هو باصص له كده قال له لله سبحانه وتعالى، وراح خارج. الحارس يعني انا لا اقيم الطاعه والولاء الا لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى. فده مشهد عبقري. المشاهد المهمه جدا في الفيلم. وارجوك كفايه لان الفيلم اتحرق خلاص. ومستعد اديك السكريبت تاخده تخليه. انت جايب يعني انت السطو الحقيقه شغال، بس انا اثق ان انت لما تبدا ان شاء الله على طول في اكتوبر، الناس محتاجه الكوميديا في الايام القادمه. واحنا زي ما قلت احنا بنضحك على ازماتنا طبعا، ومع حكم الاخوان عانينا كثيرا يعني. بالظبط. طيب في الفيلم انت يعني حددت كل المجموعه اللي هتشتغل. في شخصيات رئيسيه بخلاف الرئيس؟ اكيد الفيلم حارس الرئيس. انا الحارس طبعا. لا يعني في الشخصيات التي شاهدناها في الواقع تحيط بالرئيس المعزول محمد مرسي، هل هي موجوده في الفيلم؟ موجوده. موجود فضيلة المرشد وموجود. لا انت داخل بقى، انت بتنتحر ولا ايه؟ يعني انا ما خلاص بقى، يعني عملت افلام كتير وزهقت فخلاص بقى، ده الفينال. وفي الاستاذ خيرت الشاطر موجود. لا ده انت مش بتنتحر بقى، انت يعني انت متعمد تطلع ما تطلعش من هنا من الاستوديو. بس لا هطلعه ان شاء الله باذن الله. هطلعه. مصمم تماما. يعني المهندس خيرت شاطر موجود، نائب المرشد، والمرشد موجود في الفيلم. ويعني انت عامل حتى عمق الجماعه ازاي. اذا ربنا قدرنا هنصور في مكتب الارشاد نفسه اللي في المقطم. اذا الجهات الامنيه سمحت لنا يا ريت ان احنا نصور في مكتب الارشاد من بره ومن جوه. أنا أتمنى ذلك، لأنه هذا المكتب الإرشاد كان مكانا للقتل. وقف القناصة على أعلى الأسطح وقتلوا بعض المتظاهرين، وبالتالي لما نشوفه في فيلم كوميدي نتمنى أن توافق الجهات المختصة يعني. أتمنى ذلك وأتمنى القوات المسلحة تساعدنا كمان، وأنا واثق من ده، في إنها تطلع لنا الموسيقات العسكرية وتجيب لي اللبس بتاع الموسيقات العسكرية زيهم، وتدينا المنصة اللي ممكن نصور فيها المشهد الخطير.